السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا فيكم وسهلا يا شعب MT129 العظيم. وطبعا معنا في هذا المقطع إن شاء الله حنشرح نموذج ميد تيرم الخاص بالترم الصيفي اللي هو آخر ترم، يعني بالعربي هذا أحدث أو آخر نموذج موجود لهذه المادة. طيب، ملاحظات سريعة قبل أن نبدأ. الله يرضى لي عليكم دنيا وآخرة، الله يرضى لي عليكم دنيا وآخرة. المادة هذه أنا عارف إنها شوية كريهة ممكن تكون أو شوية دسمة، لكن المادة هذه تعتبر سهلة. أيوة، سمعت زي الناس، تعتبر سهلة. سهلة متى؟ إذا أنت شديت حيلك وسبت الخجع والهبل حقك هذا والدلع، إن شاء الله تكون معك سهلة. شد حيلك، ذاكر، تمرن، تمام؟ تمام، وإن شاء الله راح تخضع معك المادة هذه وغيرها من مواد الرياضية. أما إنك أنت ماشي كالوضع سبهللة وفنطلة وغباء وهبالة، معلش أنت اللي حتتصفق يعني. فأنت قدامك خيارين، خلينا نكون صريحين، يا تذاكر وتشد حيلك وتستمتع في المادة وتلعبها كأنها لعبة والدنيا تمشي معك حلوة، يا أما إنك ما تذاكر وتسيب الدنيا كده تمشي على هواها والدنيا كده وتتدلع وتتبهلل، لي وقتها أنت اللي حتصير اللعبة، وقتها المادة هي اللي حتلعب فيك، فعاد أنت بكيفك يعني، هذا الخيار عندك. فالمهم يا جماعة، الميدتير داخل فيه له أسهل حاجة في المادة أو أسهل جزئية في المادة، فحاول ما تتفلت منك الدرجات، وكل على بعضها ترى ثلاثة تشابترز، يعني ما هي ما قلنا لك المنهج كامل ولا قلنا لك خمسة ولا ستة، بس ثلاثة تشابترز، فأمسكها يا ابني، دركها، روق عليها، مخمخ عليها وخلاص، يعني إن شاء الله فالك الدرجات الحلوة. تمام تمام، فالله يرضى عليكم. نركز. وبس كملاحظة يعني، إنه أنا حاولت في شرحي أفصل شويتين بحكم أن نساعدكم يعني، لكن التفصيل مو معناه إنه أنا بشرح لك كل حاجة كل خطوة كل شيء، لا 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 كذا ما حنخلص كذا، فرجاء خاص يعني لا تتابع المقطع هذا اللي وإنت على الأقل يعني فاهم شوية من المنهج عشان تساعدني، فأنت ساعدني عشان أقدر أساعدك. تمام تمام. والشيء الثاني، إذا أنت ما شاء الله لك طالب مهتم ومذاكر وكويس وضعك وكل شيء تمام، فكيف تستفيد من هذا المقطع؟ تستفيد كالتالي: أول ما يظهر السؤال وقف المقطع، جرب تحل السؤال بينك وبين نفسك تمام، بعد ما تخلص السؤال أو بعد ما تخلص الحل، فشوف كم المقطع وشوف إذا حلك صح ممتاز كمل السؤال اللي بعده، وهكذا إذا حلك فيه له شوية إنه فتابع الشرح. اتفقنا؟ اتفقنا. فهذه أفضل طريقة عشان تخرج بأقصى فائدة. وآخر شيء اللي هو أي استفسارات تخص النموذج يعني، فتقدر تتواصل معي بهذا الرقم إن شاء الله، واتساب طبعا، لا أحد يصج أهلي ويسوي لنا مكالماتك ويعيشنا في حالة رعب تمام، دينو دين اللي دقدقوا ذولي. المهم أرسل رسالة واتساب، وإذا كنت فاضي إن شاء الله برد عليك، متى ما كنت فاضي إن شاء الله برد عليك، أبشر من عيون اليمين قبل اليسار، لكن لا تسوي لنا إزعاجات. طيب يلا، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وعلى بركة الله ننطلق في هذا النموذج. يلا نشوفكم في أول فقرة أو في أول سؤال، موفقين يا رب، وركزوا يا فناطل، ركزوا يا فناطل، الله يرضى لي عليكم. ويلا بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ ندعس على رأس هذا الاختبار الكريه ونفجر أبوه ونلطش إن شاء الله يعني. فالمهم المهم فهذه أول فقرة معانا في الاختبار أو أول سؤال معانا في الاختبار أو في النموذج. فكما هو معلوم اختبارات المادة هذه تجيك على قسمين، قسم اختيارات وقسم مقالي، قسم اختيارات وقسم مقالي. أول حاجة اللي هي الاختيارات، هذه اللي حتصك في وجهك أول حاجة تمام تمام، وإن شاء الله غالبا الاختيارات تكون سهلة وواضحة، لكن ركز فيها عشان لا تجيب العيد، ركز فيها عشان لا تجيب العيد. فالمهم يلا بسم الله نبدأ. فيقول لك هنا the solution of the equation is، وأعطاك هذه الخيارات، وأعطاك هذه الخيارات. فإيش هو طلب مننا بالضبط يعني؟ فلازم تعرف شو هو طلب. فيقول لك الحل لهذه المعادلة هو يعني واحد من هذه الخيارات. ولما أقول لك الحل لهذه المعادلة يعني إحنا نبغى قيمة الإكس، يعني نبغى قيمة الإكس، الإكس مجهول ما نعرف إيش قيمتها، فنبغى نعرف قيمتها ونختار الخيار من الاختيارات هذه ونتخرج ونروح للسؤال اللي بعده تمام تمام. فيلا عشان نعرف قيمة الإكس لازم نحل المعادلة. فأنت هنا عندك الآن كسر، وفي الطرف الثاني عندك عدد اللي هو صفر. فدائما لما يكون عندك كسر وفي الطرف الثاني يكون عندك عدد أو يكون عندك كسر ثاني، فتقدر تسوي طريقة
أو حركة المقص. تمام؟ تمام. فالصفر هذا خلي مقامه واحد أو خليه مقسوم على واحد. ليش؟ لأنه كل الأعداد أساساً عندنا في الرياضيات هي تكون مقسومة على واحد أو مقامها يكون واحد، لكننا ما نكتبه تجنب التشوه البصري يعني. فالمهم خلي الصفر مقامه واحد زي كذا، وسوي حركة المقص بشكل طبيعي، اللي فوق تضربه في اللي تحت، وهنا برضو اللي فوق ينضرب في اللي تحت، عشان كذا نسميها حركة المقص. فنبدأ أول شيء هنا، x تربيع زائد 10x زائد 25، أضرب ليها في واحد، كم حيطلع الناتج يا بطل؟ اللي هي نفسها راح تنزل، أي شيء ينضرب في واحد الناتج حيكون نفسه، الناتج حيكون نفسه. الواحد شغال زي المرايا اللي تعكس لك الحاجة يعني، فحيطلع معنا ناتج الضرب اللي هو x تربيع زائد 10x زائد 25، يعني بالعربي تنزل زي ما هي. ليش؟ عشان ضربناها في واحد، يساوي صفر في x زائد واحد. صفر مضروبة في x زائد واحد، كم الناتج حقها يا بطل؟ اللي هي صفر، ما يحتاج لها تفكير حتى. ليش؟ أي شيء تضربه في صفر يتبخر على طول، يصير صفر. يا عمي لو تضرب مليار، مليار في صفر الناتج حيطلع معك صفر، خلاص هذا شيء ثابت في الرياضيات يعني. فحتصير معنا المعادلة بهذا الشكل بعد ما سوينا عملية المقص. فصارت عندنا الآن معادلة من الدرجة الثانية، معادلة من الدرجة الكم؟ الثانية. فحنحلها الآن على طول بآلة الحاسبة، لأنه سؤال اختيارات فعادي ما مو مهم الخطوات يعني. فتضغط مود بعدين 5 بعدين 3. الA اللي هي العدد اللي يكون مع X تربيع، كم العدد اللي هنا؟ اللي هو واحد، لكنه ما ينكتب، انتبه انتبه لا تحط لي صفر عشان لا أقر معك، حط واحد. الB اللي هو العدد اللي يكون مع X كم؟ اللي هو موجب 10، انتبه على الإشارات كمان. السي اللي هو العدد اللي يكون لوحده هنا يعني ما عنده إكسات، اللي هو كم؟ موجب 25. فطلع لنا حل واحد بس اللي هو سالب 5. ولا تستغرب يعني، مو دائما تكون المعادلات الدرجة الثانية لها حلين يعني، عادي ممكن يكون لها حل واحد. فخلاص هذا هو الحل الصحيح، أو هذا هو الاختيار الصحيح. بس يلا ننقز على السؤال اللي بعده. والآن مع ثاني سؤال أو ثاني فقرة من فقرات الاختيارات. The slope of the tangent line to the graph of f of x، أعطاك هذه المعادلة at، وأعطاك النقطتين هذه is. طيب إيش المطلوب من السؤال؟ The slope of the tangent line، هو يبغى منك تجيب له the slope of the tangent line اللي هو بالعربي الميل حق التانجنت لاين، اللي هو نرمز له بحرف الام. فهو يبغى منك الميل حق التانجنت لاين، فأعطاك هنا المعادلة، وهنا أعطاك هذه النقطة المكونة من رقمين، أول رقم نسميه x والرقم الثاني نسميه y. تمام؟ تمام. فالمهم كيف ممكن نجيب له الميل حق التانجنت لاين؟ كيف ممكن نجيب له الميل حق التانجنت لاين؟ طيب مبدئيا كذا، أول ما يطلب منك الميل حق التانجنت لاين ويعطيك النقاط بهذا الشكل جاهزة، فتقدر تجيبه على طول بآلة الحاسبة. كيف؟ تعال نشوف مع بعض. يلا هتضغط شيفت بعدين هذا الزر، وأبدأ أدخل المعادلة زي ما هي، 3 x تربيع، أضغط ألفا بعدين أضغط x عشان يطلع معاك يعني، وحط له تربيع ناقص 2 وبرضو ألفا x زائد 1. بعدين هنا x تساوي كم قيمة الـ x اللي هو أعطاك إياها؟ قلنا رقم 1 أول عدد اللي هو هذا اللي نسميه x، فرقم 1 طلع الناتج كم؟ اللي هو 4. فخلاص هذا هو الميل أو هذا هو الأسلوب حق التانجنت لاين، فالاختيار دي هو الجواب الصح. بس شايف تنحل على طول بآلة الحاسبة، لكن احنا بنشرح الآن بالخطوات ونشرح كيف جات الأربعة هذه بالخطوات عشان تكون فاهم الفكرة وعشان تعرف كيف. فأول ما يطلب منك تجيب الميل حق التانجنت لاين، فحط في بالك هذه الخطوتين. أول خطوة راح نشتق، نسوي اشتقاق. ثاني خطوة راح نعوض بقيمة النقطة X أو بقيمة الرقم اللي نسميه X في المشتقة بس، والناتج يطلع معك هو الميل. فيلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. فنبدأ بالخطوة الأولى اللي هي أننا نشتق.
فراح نمسك المعادلة اللي اعطاني اياها في السؤال ونشتقها. كيف نشتقها؟ راح نستخدم قاعدة من قواعد الاشتقاق اللي هي اللي اسمها الباور رول. هذه متى نستخدمها؟ لما يكون عندنا معادلة عادية بهذا الشكل ونبغى نشتقها، نستخدم الباور رول. كيف نستخدمها؟ راح تمسك لي الاس، شايف الاس، راح تمسك لي اياه وتنزل لي اياه من فوق الاكس، تحط لي اياه جنب الاكس بهذا الشكل، شايف نزلناه وحطيناه جنب الاكس. لكن ما حننزله ببلاش، فبعد ما ننزله ونحطه جنب الاكس راح ننقص منه واحد، او راح ناخذ منه واحد، نقول له هذه الرسوم حق التنزيل يا كريه ادفعها. فننزل الاس من فوق نحطه جنب الاكس وناخذ من الاس واحد او ننقص منه واحد. بس بهذه الطريقه حتكون سويت الاشتقاق او جبت المشتقه. فهذه الباور رول يعني باختصار او ببساطه. فيلا نطبقها الان على هذه المعادله. يلا نبدا الان نطبق الباور رول. فنبدا اول شيء من اليسار، عندك 3 اكس تربيع. يلا خلينا نطبق الباور رول. قلنا هنمسك الاس ونسوي له هوبا وننزله تحت مع الاكس، صح ولا مو صح؟ صح. لكن زي ما انت ملاحظ في الثلاثه هذه الملقوفه الكريهه موجوده تحتنا ساد الطريق، فايش حنسوي؟ راح تضرب لي الاثنين في الثلاثه. ليش؟ لانه احنا مو قلنا حننزل الاس من فوق وحنحطه تحت هنا جنب الاكس، صح؟ فهو لما ينزل تحت حيحصل الثلاثة ماسكة مكانه، فحيتهاوشوا ويتضاربوا هو بينهم. فاثنين في ثلاثة اللي هتطلع معاك ستة اكس. ولا تنسى بعد ما تنزل الاس نقص منه واحد حقت رسوم الخدمة حقت التنزيل. ايش احنا نزلناه من فوق وتعبنا يعني اكيد حناخذ حقنا. فاثنين ناقص واحد اللي هي واحد، فتصير معاك اللي هي اكس اس واحد. وخلاص مو لازم تكتب يعني رقم واحد بهذا الشكل. طيب نروح للحد اللي بعده، 2 اكس. هذه كيف تشتقها؟ كيف تشتقها؟ خلي عندك معلومه ثابته، الاكس اس واحد اللي تجيك بهذا الشكل، هذه طبعا اس واحد لكن الواحد ما ينكتب، فهذه دائما اشتقاقها يكون برقم واحد، يعني بدل ما الاكس هذه حتحط لي واحد، يعني حتصير معك 2 مضروبه في واحد. الاكس اشتقاقها واحد، لكن خلاص 2 في 1 اللي هي 2 يعني ما يحتاج تكتب لي اياه. بس هذا هو اشتقاقها يعني. طيب هنا موجب واحد ايش اشتقاقها؟ اللي هو صفر. اي عدد ثابت معانا اشتقاقه دائما صفر. واحد، 10، مليون، بطيخ، اي شيء ثابت يعني ما يكون في له اكس اشتقاقه صفر. تمام؟ تمام. فخلاص الواحد يعني زي ما تقول يتبخر او يطير بهذا الشكل. فخلاص هذه هي المشتقة معانا، هذه هي المشتقة. طيب سوينا الخطوة الأولى، الخطوة الثانية حنعوض بقيمة الإكس أو بقيمة النقطة إكس اللي هي كم؟ رقم واحد. فالله لا يهينك عوض لي مكان الإكس هنا بقيمة النقطة اللي هي رقم واحد. يلا خلينا نعوض، حنحط مكان الإكس واحد، ستة، حط مكان الإكس أو عوض مكان الإكس بواحد بهذا الشكل، ناقص اثنين. بس احسب لي اياها في الحاسبة، احسب لي اياها في الحاسبة يطلع لك على طول الناتج اللي هو 4. فخلاص هذا هو الميل او هذا هو السلوب اوف ذا تانجنت لاين اللي هو رقم 4. فالاختيار الصحيح اللي هو دي. بس زي ما شفت سوينا بها الحاسبة في البداية وطلع فعلا 4. فبس هذا هو الحل لهذا السؤال يعني. فحاول تستخدم الآلة الحاسبة عشان تختصر على نفسك الوقت. إذا جاك سؤال نفس الفكرة هذه طلب منك الميل حق التانجنت لاين فعلى طول، وطبعا لازم يكون معطيك النقاط، فعلى طول استخدم الآلة الحاسبة وجيب الحل على طول وريح نفسك. اتفقنا؟ اتفقنا. أما لو كان السؤال مقالي لا، إذا هنا أنت لازم تحل بالخطوات، مو تسوي لي بآلة الحاسبة وتحط لي الناتج على طول، لا أصفقك. تمام؟ تمام. يلا نحول السؤال اللي بعده، وهذه ثالث فقرة معانا في الاختيارات. يقول لك A tangent line to f of x، وأعطاك هذا القوس، is horizontal at x equal، وأعطاك هذه الخيارات. فإيش معنى السؤال؟ يقول لك A tangent line لهذه المعادلة الميل حقه horizontal. إيش معنى horizontal؟ يعني الميل حقنا يساوي صفر متى؟ لما الـ x تكون تساوي كم؟ A ولا B ولا C ولا D ولا E؟ يعني هو قصده النقطة X اللي هي السؤال الماضي تذكرها.
فهو الآن يبغانا نطلع له النقطة إكس كم تساوي. فكيف ممكن نسوي هذا الشيء؟ بكل اختصار، أول شيء راح تشتق المعادلة هذه، بعدين تخليها تساوي صفر وتوجد قيمة الإكس، بس ولا أسهل ولا أروع يعني. فلما يقول لك tangent line horizontal ويقول لك كم قيمة الإكس، تشتق المعادلة بعدين تخليها تساوي صفر وتوجد قيمة الإكس بس. يلا بسم الله نبدأ، هذه هي المعادلة أعطانيها في السؤال ونبدأ نشتقها. لكن زي ما أنت ملاحظ هنا معانا قوس، مو زي السؤال الماضي. السؤال الماضي كانت معادلة عادية، لكن هنا معانا قوس. ففي هذه الحالة هنستخدم قاعدة ثانية في الاشتقاق. إيش القاعدة تقول؟ طبعا هذه القاعدة اسمها chain rule أتوقع. فالقاعدة تقول لك إذا أنت عندك قوس والقوس هذا له أس، فكيف تكون طريقة الاشتقاق؟ راح تمسك أول شيء الأس، شايف الأس، تمسكه وتنزل لي إياه وتحط لي إياه جنب القوس، أو أيوه على جنب القوس هنا. تنزل الأس من فوق وتحط لي إياه جنب القوس، وطبعا تأخذ من الأس بعدين أو تنقص منه واحد، بنفس الفكرة حقت المثال الماضي. لكن الفرق إننا بعدين راح نضرب في مشتقة اللي داخل القوس، راح نضرب في مشتقة اللي داخل القوس. فأول شيء ننزل الأس من فوق، نحطه جنب القوس، ننقص من الأس واحد، بعدين نضرب في مشتقة ما بداخل القوس. فيلا خلينا الآن نطبق هذا القانون على القوس اللي معانا هنا. طيب أول شيء راح نمسك الأس هذا ونسوي له هوبا وننزله تحت بهذا الشكل، والقوس زي ما هو يعني بدون تغيير. طيب بعدين لا تنسى أنك هتنقص من الأس واحد، طبعا احنا ما حننزله ببلاش، حطه في بالك كده دائما عشان لا تنسى، احنا ما راح ننزل الأس من فوق ببلاش، فخذ منه واحد او نقص منه واحد. اثنين ناقص واحد اللي هي واحد، وخلاص يعني ما يحتاج تكتبها فوق القوس خلاص، فتصير معك بهذا الشكل. بعدين لا تنسى اننا راح نضرب بمشتقة ما بداخل القوس، يعني القوس هذا اشتق لي اللي داخله، حط المشتقة حقه هنا. اكس ناقص اربعة اشتق لي اياها، هذه اكس اس واحد زي ما اتفقنا في السؤال الماضي، اكس اس واحد مشتقاتها ثابتة دائما، هتطلع معك اشتقاقها اللي هو رقم واحد. اما سالب اربعة بما انه عدد ثابت فاشتقاقه صفر وخلاص يطير، فتصير معك المعادلة بهذا الشكل، تصير معك المعادلة بهذا الشكل. واخر حاجة تسويها راح تمسك الاثنين هذه وتضرب لي اياها في القوس البعيد اللي هو واحد، فاثنين في واحد اللي هي نفسها اثنين يعني ما في تغيير. فخلاص هذه هي المشتقة النهائية لهذا السؤال. فآخر خطوة زي ما قلنا راح نمسك هذه المشتقة ونخليها تساوي صفر، نخليها تساوي صفر ونطلع قيمة الإكس، يعني صارت معنا كأنها معادلة عادية. فعشان نطلع قيمة الإكس نقدر نقسم الطرفين على اثنين بهذا الشكل، اثنين مع اثنين تطير، حيبقى معك اللي هي إكس ناقص أربعة يساوي صفر قسمة اثنين اللي هتطلع معك صفر بهذا الشكل. بعدين هتحول لي اللي هو سالب أربعة طرف ثاني، فهتصير معك بالموجب، ففي الأخير يطلع معك اللي هو X يساوي أربعة. فالحل الصحيح لهذا السؤال اللي هو C، الحل الصحيح لهذا السؤال اللي هو C. طيب كيف ممكن نتأكد من حلنا؟ أنا نوريك كيف ممكن نتأكد من الحل. تمسك آلة الحاسبة وبنفس الطريقة ودخل لي السؤال زي ما هو في الآلة الحاسبة بهذا الشكل، شايف دخلنا القوس التربيعي والإكس تساوي كم طلعناها إحنا؟ طلعت معنا أربعة. فنشوف الآن إذا طلع الناتج معنا صفر في الآلة الحاسبة يعني حلنا صحيح غصبا عنهم، تمام؟ تمام. كم طلع الناتج؟ صفر. خلاص طالما أن الناتج طلع معك صفر فأربعة هي الجواب الصح مليون بالمية. فأنت رجاء خاص في الاختيارات حاول زي كذا إنك تتأكد من حلك عشان تطمن وخلاص يعني تروح على اللي بعده على طول، تمام؟ تمام. يلا نحول السؤال اللي بعده. وبكذا وصلنا للفقرة الثالثة. فيقول لك في السؤال يا عزيزي الطالب the critical numbers of f of x وأعطاك هذه المعادلة is. طيب إيش هو طلب مننا في السؤال؟ يبغى منك تطلع له critical numbers. critical numbers كيف نجيبها هذه حنشوف بعد شوية، لكن هنا ملاحظة بسيطة. لو طلب منك critical numbers أو critical points أو stationary points كلها نفس الطريقة اللي هنشرحها الآن.
انتبه لا يلعب عليك ويغير لك المسميات وانت تضيع. لا الله يرضى عليك لا تكون فاغر وفنطل وينلعب عليك بالطريقة هذه. critical numbers او critical points او critical او stationary points كلها لها نفس الطريقة اللي الان حنشرحها. تمام تمام. فكيف ممكن نطلع له critical numbers او الطق الباقي اللي قلناها؟ اول شيء راح تشتق، راح تسوي اشتقاق للمعادلة بعدين تخليها تساوي صفر وتطلع قيمة الاكس. بس هذه هي الطريقة يعني، وهذه هي طريقة الحل او انك كيف ممكن تجيبها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نمسك المعادلة اللي اعطانا اياها في السؤال ونبدأ نشتقها. فزي ما انت ملاحظ اعطانا هنا قوس، فايش هنستخدم من قاعدة عشان نشتق يا شاطر؟ اللي هي التشين رول، بنفس الفكرة حق المثال اللي قبله اللي هي هذه في حالة انك نسيت يعني. فيلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ نشتق على طول على بركة الله. فالمشتقة هي تساوي، يلا اول شيء حنمسك الاس حق القوس ونقول له هوبا، نحطه يمين او عفوا يسار القوس او ننزله جنب القوس بهذا الشكل، والقوس ينزل زي ما هو. ولا تنسى لما تنزل الاس من فوق وتحطه تحت قول له يا ابن الحلال ترى احنا ما لنا يعني مسوين هذا كله الوجه لله، لا لا حبيبي حتدفع، فحتنقص من الواء من الثلاثة هذه واحد او تاخذ منها واحد. ثلاثة ناقص واحد كم؟ اللي هي اثنين، فتحط لي اس اثنين فوق القوس. بهذه الطريقة حتكون سويت الاشتقاق. لكن انتبه تنسى الخطوة الاخيرة انك تضرب في مشتقة ما بداخل القوس، يعني داخل القوس هذا راح تشتقه وتحط المشتقة حقه هنا. تمام تمام. اكس ناقص واحد ايش هو اشتقاقها؟ الاكس زي ما اتفقنا اشتقاقها ثابت اللي هو رقم واحد، سالب واحد اشتقاقها صفر لانها عدد ثابت. بس ممكن واحد الان يقول لي ياهو ترى اشتقاقها واحد يعني فما حيفرق معنا في الحل. انا عارف انه ما حيفرق، لكن قاعد اشرح لك القانون بشكل عام انه ممكن يغير لك الارقام وهنا ما حيكون عندك واحد بعدين يعني، فاهم علي؟ فانتبهوا، حاول تحلها بالترتيب هذا وبالطريقة هذه، لا تتفلسف ولا تختصر. تمام لا تتدفرن، ما أننا ناقصين يعني. فالمهم حتضرب الثلاثة هذه في واحد أو في القوس البعيد فتصير معك بهذا الشكل. فخلاص هذه هي المشتقة معانا، هذه هي المشتقة معانا. يلا الآن نخلي المشتقة هذه نمسكها من قرونها كذا ونخليها تساوي صفر ونطلع قيمة الإكس، نحلها كأنها معادلة عادية ونطلع قيمة الإكس. يلا أول خطوة نقدر نقسم الطرفين على ثلاثة بهذا الشكل، ثلاثة مع ثلاثة تروح صفر قسمة ثلاثة اللي هتطلع معك صفر. طيب الآن نبقى نتخلص من التربيع اللي فوق القوس هذا، فايش هنسوي؟ راح ناخذ جذر الطرفين عشان التربيع يطير. هنا التربيع مع الجذر يروح خلاص، حيبقى إكس ناقص واحد يساوي جذر صفر اللي هو صفر بهذا الشكل. وآخر حاجة تسويها أنك تمسك لي سالب واحد هذا ويتشمط أهله وتطير أهله للطرف الثاني، فحيصير معاك بالموجب ويطلع معاك اللي هو X تساوي واحد. فهذه هي الكريتيكال نمبر لهذه الدالة بس. فالاختيار الصح اللي هو D. وصلى الله وبارك على نبينا محمد. زي ما قلنا على السريع، إذا طلب الكريتيكال نمبرز أو الكريتيكال بوينتس أو الستيشنري بوينتس فتشتق بعدين تخلي معادلة أو تخلي المشتقة تساوي صفر وتوجد قيمة الإكس، والناتج النهائي هو هذا الشيء اللي هو يبغاه منك في السؤال. بس يلا نحول السؤال اللي بعد، وهذا آخر سؤال معنا في الاختيارات وبعدين نخش في الأسئلة المقالية، نخش في الجلد. المهم فيقول لك the derivative of f of x وأعطاك هذا الجذر is، طبعا لازم تكون فاهم السؤال يا جماعة الخير. derivative يعني مشتقة، derivative يعني مشتقة. فيقول لك المشتقة حقت هذا الجذر أو حقت هذه الدالة هي a b c d e، اختار اختار المشتقة الصحيحة من المشتقات هذه اللي هبد لك إياها. فكيف تعرف أو كيف هتعرف المشتقة الصحيحة من بينهم؟ طبعا راح تشتق عشان تعرف يعني، أكيد يعني ما راح ينزل لك وحي من السماء طبعا. فزي ما انت ملاحظ هذا جذر تربيعي
هذا جذر تربيعي. كيف عرفنا الجذر تربيعي؟ لأنه هنا ما في عدد، هنا ما في عدد، يعني ما هو مكتوب مثلا ثلاثة أربعة، لا ما في عدد. فطالما ما في عدد فهذا نسميه جذر تربيعي. نسميه إيش؟ جذر تربيعي. فعشان تشتق لي الجذر التربيعي في طريقة سهلة مختصرة حلوة سريعة، إيش هي؟ اللي هي هذه، حتفك لي كسر تحط فوق اللي هو مشتقة اللي تحت الجذر، حتمسك اللي تحت الجذر وتشتق لي وتحط المشتقة حقه فوق الكسر، وفي المقام أو تحت حتضرب لي اثنين مضروبة في الجذر نفسه، بس just simple as that. أوكي أوكي. طيب نبدأ فوق، يقول لك مشتقة اللي تحت الجذر، يعني حتمسك اللي تحت الجذر هذا وتشتق لي طبيعي وتحط لي مشتقة حقه فوق في الكسر حقنا الحلو. يلا نبدأ نشتق اللي تحت الجذر. اشتقاق الواحد كم؟ اللي هو صفر. أي رقم ثابت، واحد، عشرة، خمسين، مليون، اشتقاقه صفر. تمام؟ تمام. طيب نروح هنا، إكس تربيع إيش اشتقاقه؟ حنمسك الاثنين هذه من فوق ونقول لها لو سمحتي أنزلي تحت، فننزل الأس بهذا الشكل وبعدين ننقص منه واحد، حنقول له إيش أنت ننزلك ببلاش من فوق أنت ولا أدفع أدفع، فنأخذ منه واحد. فإكس أس اثنين نقص منها واحد اللي هي إكس أس واحد، فهذه هي مشتقة ما بتحت الجذر. وزي ما اتفقنا الواحد اشتقاقه صفر، إكس أس اثنين اشتقاقها اثنين إكس أس واحد. طيب المقام اللي هو اثنين مضروبة في الجذر نفسه، نفس الجذر بدون تغيير تحطه تحت بدون أي تغيير وبدون أي حاجة بهذا الشكل، بهذا الشكل، ما حد شاف شيء صح؟ المهم بهذا الشكل. فلو تلاحظ ما راح تحصل الجواب اللي طلع معانا موجود هنا، ما راح تحصله. ليش؟ لأنه لسه في حاجة ثانية لازم نسويها. إيش هي يا شاطر؟ اللي هي أننا نكنسل الاثنين مع الاثنين بهذا الشكل، اثنين تروح مع اثنين، حيبقى لك اللي هو إكس على الجذر، فخلاص هذه هي المشتقة حقت هذا الجذر أو مشتقة الدالة هذه. فدور عليها في الاختيارات تحصلها الاختيار ألف أو الاختيار A، فهذا هو الجواب الصحيح. وصلى الله وبارك على نبينا محمد. بس ملاحظة مهمة، القانون هذا والطريقة هذه بس تزبط معاك وقت ما تبغى تشتق الجذر التربيعي. الجذر التربيعي، ركز، لا يجيني واحد فاغر ويطبق القانون ذا على أي جذر يشوفه، لا، بس مع الجذر التربيعي. تمام؟ تمام يا عالم؟ تمام يا خلق الله؟ كويس، قد أعذر من أنذر. يلا نخش الآن بجزئية المقالية. وبعد ما خلصنا من أسئلة الاختيارات الآن نبدأ بالجزء المقالي. فيقول لك let f of x، وأعطاك هذا الجذر أو هذه المعادلة، and g of x، وأعطاك هذا الكسر. حلوين؟ حلوين. فيقول لك في السؤال find the domains for f of x and g of x in interval notation، طلع لي الدومين حق هذا الحلو حقنا هنا الجذر وبرضو الدومين حقت هذه في الانترفال نوتيشن اللي هي تكون الأقواس، يعني أكتب ليها بالأقواس أو بتمثيل الفترات اللي يكون فيها موجب ما لا نهاية ما مدريش بلا بلا بلا، فهو يبغاها بالانترفال نوتيشن. طيب نبدأ الآن بأفوف إكس اللي هي هذه في اليسار. فبعد ما تتأملها حتحصل أننا قاعدين نتعامل مع جذر. كيف عرفنا الجذر؟ إيش رأيك بالله؟ المهم قاعدين نتعامل مع جذر، والجذر هذا القوة حقه زوجية، يعني جذر تربيعي. فالجذور اللي قوتها زوجية زي الجذر التربيعي هذا اللي احنا عندنا، ومثلا جذر من القوة الرابعة بلا 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 إلى آخره، الجذور الزوجية لازم اللي تحت الجذر دائما لازم ضروري يكون أكبر من أو يساوي الصفر، أكبر من أو يساوي الصفر ضروري. فراح نسحب اللي تحت الجذر هذا من قرونه اللي هو X ناقص واحد، نقول له تعالي يا وسخ انت، نبغاك تكون اكبر من او تساوي الصفر بهذا الشكل، بهذا ايش الشكل. فالان نحل لك انا معادلة عادية، نمسك سالب واحد نشمطها للطرف الثاني او نحولها للطرف الثاني فتصير معنا اللي هي موجب واحد بهذا الشكل. فاول ما توصل لهذا الشكل ان يكون عندك اكس كذا الوحدة في طرف وعدد ثاني في طرف ثاني، فخلاص تقدر هنا تبدأ تكتب الانترفال نوتيشن
أو الفترة حقة الحل. وفي المتباينات اللي هي أكبر من وصغر من، عندك حالتين ثابتة. الإكس لو كانت أكبر من العدد اللي في الطرف الثاني، فتكتب القوس أو تكتب فترة الحل بهذا الشكل، تخلي العدد أول شيء بعدين تحط موجب ما لا نهاية. أما لو الإكس كانت أصغر من، فالعكس، حيكون عندك سالب ما لا نهاية أول شيء بعدين تحط العدد. ففهموها واحفظوها بهذا الشكل، يعني إنه ما راح أو ما راح يكون في أسئلة متباينات كثيرة في المادة عندكم. فالمهم الإكس هنا أكبر من، فحناخذ الحالة الأولى اللي هي هال، حنحط أول شيء العدد بعدين نحط اللي هو موجب ما لا نهاية بهذا الشكل. فالآن باقي الأقواس، موجب ما لا نهاية أو ما لا نهاية بشكل عام دائما تأخذ القوس العادي اللي هو هذا، دائما هذا شيء ثابت عمره ما يتغير، عمره ما يتغير. اللي يتغير معانا اللي هو القوس اللي حنحطه عند العدد. فعشان نعرف القوس لازم نشوف علامة المتباينة، إذا كانت زي كذا يعني تحتها علامة مساواة فراح نحط قوس مربع، إذا كانت عريانة بهذا الشكل فراح نحط قوس عادي اللي هو زي كذا. طيب نشوف العلامة حق المتباينة، حتحصل إنه تحتها علامة مساواة، شايفة الخط الصغير هذا؟ فبما إنه الخط هذا موجود فنحط له اللي هو قوس مربع وبس. هذا هو الدومين لهذا الجذر، صلى الله وبارك. يلا نحول على الدالة اللي بعدها أو المعادلة الثانية. طيب يلا خلينا نتأمل الآن المعادلة الثانية اللي هي اسمها جي اوف اكس اللي هي هذا. زي ما انت ملاحظ أعطانا دالة كسرية، في الدالة الكسرية أو في الكسور يعني المقام لازم ما يكون يساوي صفر، ضروري ضروري جدا ما يكون يساوي صفر. فعلي ايش حنسوي الآن؟ راح نمسك المقام كله كذا، شايف المقام هذا اللي حددت عليه، راح نمسكه كله كذا ونخليه لا يساوي الصفر بهذا الشكل، ونحله عادي كأنه معادلة، نحلها عادي كأنها معادلة، ونطلع قيمة الإكس عشان نعرف القيم أو الأعداد النكبة اللي راح تخلي لي المقام يساوي صفر، ونعمل لها استثناء في الدومين، نعمل لها استثناء في الدومين. طيب يلا خلينا نحل الآن. فزي ما انت ملاحظ الإكس لاصقة في القوس هذا، فالعلاقة ما بينهم علاقة ضرب، فلازم عشان نفك الضرب نوزع الإكس على اللي داخل القوس. إكس في إكس اللي هي إكس تربيع، أي شيء تضربه في نفسه يعطيك تربيع. إكس في موجب ثلاثة اللي هو موجب ثلاثة إكس، وهذا كله لا يساوي الصفر. فصارت معانا هنا الآن معادلة من الدرجة الثانية أو معادلة تربيعية، فأنت حلها بالطريقة تناسبك، تبقى القانون العام، تبقى الآلة الحاسبة، عاد دبر وضعك. أنا بحلها بالطريقة العام المشترك اللي هي زي كذا، أخذنا إكس عامل مشترك من كل الأطراف، هذه تخليها على جنب، تمسك الإكس اللي برا تخليها تساوي صفر على جنب، وهذه برضو تمسكها على جنب وتخليها تساوي صفر بهذا الشكل. فهنا خلاص هذا أول حل، هنا تحول لموجب ثلاثة طرف ثاني إكس تساوي تطلع معاك اللي هي سالب ثلاث. زي ما قلنا مو لازم تسوي نفس طريقتي أو تسوي نفس الحل حقي، عادي ممكن تحلها بالطريقة تناسبك، تبغى بالآلة الحاسبة حل، تبغى بالقانون العام حل، أي شيء يعني عادي أنت لك الحرية. فالمهم بعد ما تحل ذي المعادلة حيطلع لك هذه الحلين أو هذه الناتجين. فهنا عشان تكتب الدومين عندك خيارين، يا تكتبه بهذا الشكل، ولا لحظة خلينا نكتبه في الزاوية أحسن، R ناقص تفك لي قوس كذا وتحط لي فيه النواتج اللي هي صفر وسالب ثلاث وتقفل القوس، يا تسوي زي كذا فالمهم بعد ما تخلص من الحل وتجيب النواتج وتطلع قيم الإكس هنا لك خيارين عشان تكتب الحل النهائي وعشان تكتب الدومين، يا تكتبه بهذه الطريقة R بعد تحط شرطة كذا وتفتح اللي هو قوس كذا بهذا الشكل وتحط فيه النواتج اللي هي صفر وسالب ثلاثة، تحطها داخل القوس بهذا الشكل وتقفل بس. يا تحله زي كذا أو يا تكتبه بالطريقة الثانية اللي حنشوفها مع بعض الآن. إيش هي الطريقة الثانية؟ ركز معايا. طبعا الطريقة الثانية هذه ما راح تسويها إلا لما يكون عندك ناتجين، لما يكون عندك ناتجين حتفتح لي ثلاثة أقواس، حتفتح ثلاثة أقواس. القوس اللي في اليسار
حتحط لي هنا سالب، او لا خلينا نحطه باللون الاحمر، حتحط لي اللي هو سالب ما لا نهايه هنا فاصله. والقوس اللي في الاخير في اليمين حتحط لي في اليمين برضو اللي هو موجب ما لا نهايه بهذا الشكل. تمام تمام. طيب احنا عندنا الناتجين اللي هم صفر وسالب ثلاثة، فابغاك تاخذ اصغر عدد ما بينهم. مين اصغر، الصفر ولا سالب ثلاثة؟ اللي هو سالب ثلاثة. فخذ هذا الصغير او العدد الصغير، حط لي اياه هنا وحط لي اياه برضو هنا. شايف الصغير دائما يمسك اليسار، اما العدد الكبير اللي هو صفر حتحطه هنا وتحط لي اياه هنا. فالعدد الصغير نحطه في الجهة اليسار، الكبير نحطه في الجهة اليمين بهذا الشكل. واخر شيء تسويه انك تربط ما بين الاقواس هذه بعلامة اليونيون هذه، يعني كانك قاعد تربط الاقواس بكلمة واو، فاهم علي؟ تربطهم ما بين بعض. فخلاص يطلع لك هذا هو الحل النهائي، وهذا هو الدومين النهائي. فسواء سويت كذا سواء سويت كذا اثنينهم صح، لكن انا ارجح وارشح انك تمشي على هذه. ليش؟ ان هو كاتب في السؤال يبغاها بالانترفال نوتيشن، فهذه هي الانترفال نوتيشن. فالخيار لكم يعني عادي، وما توقع حيدققوا مره في هذه الدرجه. فسواء سويت كذا كذا كلها صح. اتفقنا. فيلا خلينا الان نخش على السؤال اللي بعده او الفقره اللي بعدها، وهذه هي الفقره اللي بعدها والسؤال اللي بعده. طبعا نفس المعطيات ونفس كل شيء، تمام، نفس المعطيات. اعطاك اف اوف اكس وهذه هي، واعطاك جي اوف اكس وهذه هي. طيب في السؤال يقول لك فايند جي كومبوزايت اف، فايند جي كومبوزايت اف. ممكن واحد يقول يا هو ايش ده، ما فهمنا شيء. طيب اصبر يا جماعه، طبعا هذا النوع من الاسئله اسمه الكومبوزيشن او الدوال المركبه. كيف تعرفه؟ يعطيك زي كذا علامه او مفتوحه. تمام تمام. فهو ايش ترجمه الكلام هذا او ايش المقصد او ايش هو يبغى بالضبط؟ دائما في اسئله الكومبوزيشن، ركز، في اسئله الكومبوزيشن راح تمسك الداله الاولى او راح تمسك المعادله الاولى اللي هو حيحدد لك اياها، وتعوض مكان كل اكس فيها بالداله الثانيه. بس زي كده فهمها يعني. تمام تمام. نمسك الدالة الأولى نعوض مكان كل إكس فيها بالدالة الثانية، بس فقط لا غير. ففي هذه الحالة نبغى نمسك الدالة جي ونعوض مكان كل إكس فيها بقيمة الدالة إف، بقيمة الدالة إف. فيلا بسم الله نبدأ. فين الدالة جي العبيطة اللي هي هذه؟ يلا أكتب ليها زي ما هي، لكن مكان كل إكس أكتب لي اللي هو إف، او عوض مكانها ب f. هنا عندك x شمطها وحط مكانها f. هنا برضو في x، اعطيه كده هيد شوت وطلعها برا وحط مكانها f زايد 3. نفس الكسر كتبناه، لكن اللهم شمطنا الاكسات وحطينا بدالها f، شمطنا الاكسات وحطينا وعوضنا مكانها f. شايف زي ما طلب في السؤال. طيب هل كده خلاص خلصنا؟ لا يا حبيبي، ايش ده، ايش الافات هذه؟ طبعا الاف هذه لها قيمه، الاف هذه لها قيمه اللي هي هذه، اعطاك اياها في السؤال. شايف؟ فحتعوض بكل بساطه مكان كل اف من هذه اللون ازرق بالقيمه حقها اللي هي جذر اكس ناقص واحد، بس مجرد تعويض يعني بهذا الشكل. مكان كل اف حتحط لي القيمه حقها اللي هي جذر اكس ناقص واحد، وزي ما انت ملاحظ حتى ملون لك اياها بالازرق عشان احبكم في الله. فالمهم بهذا الشكل يصير معاك الكسر. فتقدر تفك الضرب الآن لأنه ما بينهم علاقة ضرب. لو تلاحظ الجذر هذا لاصق في القوس هذا، فالعلاقة ما بينهم علاقة ضرب. فنقدر الآن نفك الضرب هذا، حنوزع الجذر على مرتين، مرة مع الجذر ومرة مع موجب ثلاث. يلا خلينا نسوي الضرب الآن. طبعا الواحد اللي فوق تنزل زي ما هي. طيب جذر x ناقص واحد مضروب في جذر x ناقص واحد، كم حيطلع الناتج يا شطار؟ حيطلع اللي هو x ناقص واحد. ليش؟ اي جذرين متشابه تضربهم في بعض على طول دايركت الناتج حيطلع معاك اللي هو تحت الجذر اللي هو x ناقص واحد. بس طيب الان برضو نمسك الجذر ونضربه في موجب ثلاثة، ثلاثة في هذا الجذر اللي هي موجب ثلاثة مضروبة في الجذر، يعني ما نقدر نسوي لها حاجة يعني، بس نزيلها زي ما هي بهذا الشكل، بهذا الشكل. وبس كذا نكون وصلنا هنا لمفترق طرق، مفترق طرق.
يا اما توقف هنا وخلاص هذا يعتبر الحل، لانه مشكله ما هو السؤال مو واضح يعني، هما بس قالوا طلع لي التركيبه الدالتين لكن ما قالوا هنا and simplify your answer يعني بسط لي جوابك. فما ادري يعني هل التبسيط اجباري عليكم، هل هو الزامي ومحاسبين عليه، انا ما ادري صراحه. السؤال زي ما قلت لكم ما هو واضح، فعشان كذا التبسيط حنخليه في مقطع لوحده، للي حابب يمر عليه حيحصل رابط في الديسكريبشن او في وصف الفيديو يعني، اضغط على الرابط وروح شوف التبسيط. تمام تمام، لانه هو السؤال عليه درجتين يعني والتبسيط شويه طويل، فما ادري يعني هل هو مطلوب منكم ولا لا، لكن زي ما قلت لكم اللي حابب يشوف التبسيط حيحصل الرابط في الديسكريبشن كذا، فيديو منفصل لوحده عشان لا يغثنا هنا. تمام تمام، يلا نحول على السؤال اللي بعده الان، او نحول على الفقره اللي بعدها، ويلا نخش الان على هذا السؤال الجديد او على الفقره هذه. فان شاء الله احنا ندعسها ومو احنا اللي ندعس يعني، ان شاء الله يا رب. فالمهم ما عليكم، ان شاء الله السؤال سهل وبسيط، لكن محتاج منك انك تعطيني تركيزك، محتاج منك انك تعطيني تركيزك وتنتبه. طيب given f of x واعطاك هذه المعادلة، تمام اعطاك هذه المعادلة، فيقولك في السؤال use the definition of the derivative to find the derivative for the function، يعني استخدم لي the definition of the derivative، هذا اسم قانون او اسم طريقة عشان توجد المشتقة حقت هذه المعادلة. زي ما انت ملاحظ حدد لك طريقة معينة لازم تمشي عليها أو لازم تلتزم فيها، لا تسوي نفسك عبيط، تسوي نفسك ميت كده وتروح تشتق لي إياها بالطريقة العادية، لا ما يبغاها زي كده، هو يبغاها بالطريقة اللي هو يبغاها. تمام، لا تعابطهم عشان لا يعابطوك هم، أمشي على كلام المطلوب منك. فالديفينيشن of the derivative اللي هي عبارة عن هذا القانون، هذا هو اللي احنا نسميه الديفينيشن of the derivative، عبارة عن كسر. فهنا أول شيء راح تمسك المعادلة اللي هو أعطاك إياها في السؤال وتعوض أو تحط مكان كل x فيها x زائد h، حنشوف مع بعض إن شاء الله ما عليك. بعدين تحط علامة ناقص وتفتح لي قوس، وداخل القوس هذا تحط لي فيه له المعادلة زي ما هي بدون تغيير بدون أي حاجة، حط لي إياها زي ما هي داخل القوس، فهذا كله مقسوم على h بس. أما بالنسبة للليمت هذه الموجودة برا، فايش فايدتها هذه؟ هذه فايدتها في الأخير لما تخلصوا كل حاجة راح تعوض مكان كل إكس معك بصفر، بس هذه فايدتها يعني. فالمهم يلا بسم الله نطبق القانون ونشوف كيف نستخدمه. يلا نبدأ من هنا من اليسار، سوي لي قوس مربع بهذا الشكل، طبعا مو ضروري أو مو يعني مهم، لكن بس عشان الدنيا تكون مرتبة معك. تمام تمام، فحتمسك لي كل إكس في المعادلة، شايف كل x معادلة حتحط مكانها أو تعوض مكانها ب x زائد h. فنبدأ أول شيء بالx تربيع، الx تربيع أشطب الx هذه حط لي مكانها داخل قوس x زائد h، عوضنا مكانها ب x زائد h، ولا تنسى التربيع حط لي فوق القوس بهذا الشكل كده، إحنا هنكون عوضنا مكان الx تربيع ب x زائد h، ولا تنسى التربيع الله يرضى عليك دنيا واخره، زايد اللي هو الزايد من نفس المعادله يعني. هنا عندك اكس عوض مكانها داخل قوس باكس زايد اتش، يعني هتمسك لي نفس المعادله زي ما هي بالضبط، لكن اللهم تعوض مكان كل اكس باكس زايد اتش زي ما سوينا الان، وتقفل القوس المربع الحلو حقنا. تمام تمام، بعدين تحط لي علامه ناقص وتفكر لي قوس عادي يعني، وتمسك لي المعادلة نفسها بالضبط، المعادلة نفسها بالضبط بدون ما تتغير بدون ما تتفلسف بحاجة، تنزل لي اياها زي ما هي وتحط لي اياها داخل القوس، اكس تربيع زايد اكس نفسها، هذا كله مقسوم على اللي هو اتش بس كده، نكون عوضنا في القانون، وهذا اول خطوة نسويها. إذا سويتها صح إن شاء الله كل شيء بعده هيمشي معك صح. طيب هذا هو معانا القانون بعد ما عوضنا، الآن إيش حنسوي؟ الآن نحتاج إن نبسطها ونحتاج إن نفك يعني الحفلة الموجودة معانا، فيلا بسم الله نبدأ، بسم الله نبدأ. أول شيء نبدأ في اليسار، هنا عندك هذا القوس التربيعي، لاحظ في تربيع هنا، فهذا له معاملة خاصة، فإحنا نحتاج إن نفكه
نحتاج انه نفكه عشان نقدر نكمل الحل، صح ولا مو صح؟ صح. فكيف ممكن نفكه؟ نجيب مفكه زراديه ونفكه ولا كيف؟ لا يا حبيبي، احنا في الرياضيات منا في سلامات يا ابويا، سباكين احنا. المهم نحتاج قانون عشان نفك القوس التربيعي. ايش هو القانون هذا؟ اللي هو هذا هو القانون، حطه في بالك، مهم جدا جدا جدا. فعشان تفك اي قوس تربيعي راح تاخذ الاول تربيع، بعدين هنا تحط لي نفس الإشارة اللي في داخل القوس، اثنين مضروبة في الأول في الثاني، زاد الثاني تربيع، بس هذه هذا هو القانون، وهذه طريقة فك القوس التربيعي. فعندنا الإكس هي الطرف الأول نرمز له بA، والH هي الطرف الثاني ونرمز له بB، بس أطبق القانون على طول. طيب أول شيء ناخذ تربيع الأول، الأول إيش هو؟ اللي هو عبارة عن إكس، فنسوله تربيع، إكس تربيع. بعدين نحط نفس الإشارة اللي في القوس اللي هي موجب، اثنين مضروبة في الأول في الثاني، يعني اثنين في X في H، نضربها في الطرفين، يعني اثنين X H، طبعا اثنين من نفس القانون، هي كده ثابتة يعني. وآخر شيء اللي هو زايد الثاني تربيع، فن الثاني اللي هو عبارة عن ال H، فنسوله تربيع. بس كده انت تكون فكيت القوس التربيعي، فكيت ايش؟ القوس التربيعي. هنا نكمل الباقي الان، زايد اكس زايد اتش تنزل زي ما هي، يعني ما في حاجة نقدر نسويها. هنا حنوزع السالب على القوس، حنوزع السالب على القوس، نضربه مرة مع هذه مرة مع هذه. سالب في اكس تربيع اللي هو سالب اكس تربيع، سالب في موجب اكس، تذكر السالب في الموجب يعطينا سالب دائما، فسالب في موجب x اللي هي سالب x، وهذا كله مقسوم على ال h. يا لطيف يا الصداع. فزي ما انت شايف صارت عندنا هنا حفلة كبيرة جدا جدا، فنحتاج نرتبها عشان نقدر نكمل، نحتاج نرتبها. فشوف الأشياء المتشابهة وإشاراتها مختلفة عشان تقدر تشمطها وتقدر تكنسلها. هنا عندك x تربيع أو موجب x تربيع، هنا عندك سالب اكس تربيع، وهنا عندك موجب اكس، هنا عندك سالب اكس، فخلاص هذه تطير او تتشمط مع هذه، عفوا مع هذه، الاكس تربيع تتشمط مع الاكس تربيع السالبة، والموجب اكس تتشمط مع السالب اكس، تكنسل الاشياء المتشابهة والاشاراتها مختلفة. فحيبقى معاك اللي هو 2 اكس اتش زايد اتش تربيع زايد H. أما باقي الأخويان اللي هنا ماتوا خلاص، أو شمطناهم يعني، أو تخلصنا منهم. شايف كيف صار المنظر كده حلو، يعني يفتح النفس بدل من الزحمة والحفلة اللي كانت هناك. فالمهم هنا إيش ممكن نسوي برضو عشان نكمل الحل؟ طبعا هنا ممكن في غلطة شائعة، يعني إنه ممكن واحد يقول لك حكنسل H هذه مع ال H هذه. لا يا بابا، الموضوع مو زي كده، لا لا لا، انتبه انتبه انتبه، ركز معي. هنا حتلاحظ انه في الطرف هذا انا عندي H، وفي الطرف هذا انا عندي H، وفي الطرف هذا انا عندي H. طالما عندي H في كل الاطراف فاقدر اسوي الطريقة هذه، اقدر اسوي الطريقة هذه، احط H وفك قوس، نحط H ونفك قوس، نبدأ الان ننقص من كل حد من هذه الحدود، او نبدأ نشيل منه H. تمام تمام. هنا عندك 2 X H، شيل منها H، حيبقى معاك اللي هو 2X، بعدين نزل موجب H تربيع، شيل منها H، هي H تربيع، فلما تشيل منها H حيبقى معاك اللي هي H، H أس واحد يعني، زايد هذه عبارة عن واحد H، انتبه، فشيل منها H حيبقى معاك اللي هو واحد المسكين لوحده، وهذا كله مقسوم على H بهذا الشكل، بهذا الشكل. فا ايوة الان تقدر تكنسل الاتش مع الاتش، خلاص تروح. فحيبقى لك في الاخير اللي هو 2 اكس زائد اتش زائد واحد، وفي الاخير زي ما قلنا حنعوض مكان كل اتش معانا بصفر، فخلاص هذه تطير، وحيبقى معاك اللي هو هذه المشتقة، يعني اللي هي 2 اكس زائد واحد، هذه المشتقة معانا بس. وعشان تتأكد من جوابك انه صح ولا ما هو صح،
ارجع للسؤال نفسه، اشتقوا بالطريقة العادية، اشتقوا بالطريقة العادية اللي انت عارفها يعني اللي هي باور رول، وحيطلع لك برضو نفس الناتج اللي هنا. بس وصلى الله وبارك. ننتبه على هذا السؤال انه في احتمال كبير حيتكرر معنا في الاختبار او حيجيكم في الاختبار، سواء بزي كذا بهذه الفكرة او ممكن يعطيكم كسر او ممكن يعطيكم جذر، فانتبهوا يعني لهذا السؤال ولهذه الفكرة. والله يوفقكم يا رب، زي ما قلنا لكم سهل وبسيط ان شاء الله، لكن يحتاج منك تركيز، يحتاج منك تركيز. يلا نحول على السؤال اللي بعده ونخش على السؤال اللي بعده، وهذا صراحة من أمتع الأسئلة وأحلاها وأكثرها سهولة يعني كوجهة نظر. فيقول لك find the equation of the tangent line to the curve، وأعطاك هذه المعادلة at x يساوي 2، at x يساوي 2. فهو الآن يبغى منك تطلع له الإيكويشن حق التانجنت لاين أو معادلة التانجنت لاين. أول ما يطلب مني معادلة التانجنت لاين أحط في بالي ثلاثة خطوات أساسية لازم نسويها في أي سؤال يطلب منك المعادلة حق التانجنت لاين بنفس هذه الفكرة، فتسوي هذه الثلاثة خطوات ضروري. أول خطوة، أول خطوة معانا اللي هي أن نتأكد أنه معانا النقاط، نتأكد أنه معانا النقاط كاملة. فالنقاط هذه اللي هي عبارة عن عددين، أول عدد نسميه X وثاني عدد نسميه Y، ضروري اثنين هذول يكونوا معانا. تمام؟ تمام. فزي ما انت ملاحظ هو في السؤال أعطاه قيمة الـ X، أعطاه قيمة النقطة X اللي هي كم قال لك؟ رقم اثنين. فهنا الـ X اللي هو اثنين، لكن الـ Y، الـ Y مفقود أو الـ Y ضايع. أعطانا هو في السؤال قيمة الـ X وسحب علينا ما أعطانا الـ Y، سحب علينا قال دبر وضعكم وشوفوا حالكم انتم كيفكم عاد. فكيف ممكن نحصل الواي هذا او كيف ممكن نجيبه من قفاه؟ بكل بساطة شايف النقطة الاكس اللي هي رقم اثنين هذه، حتعوض لي اياها في المعادلة الاساسية اللي هو اعطاك اياها في السؤال، والناتج حيطلع معانا خلاص هذه هذا هو الواي. تمام؟ تمام. فيلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ نعوض. حنحط مكان كل اكس اثنين، حنحط مكان كل اكس اثنين اللي هي قيمة الاكس اللي هو اعطاك اياه في السؤال هنا. طيب هنا عندك اكس اس ثلاثة، اشطب الاكس هذه وحط مكانها اثنين، ولما تحط مكانها اثنين حطها داخل قوس بهذا الشكل. تمام؟ تمام. لما تعوض دائما في الرياضيات حطه بقواس، ولا تنسى الاس ثلاثة، انتبه تسحب عليه عشان لا ابكسك. بعدين ثلاثة اكس، اشطب الاكس وحط مكانها اثنين او عوض مكانها اثنين بهذا الشكل، واخر شيء اللي هو ناقص 8، يعني نمسك المعادله زي ما هي لكن اللهم نعوض مكان كل اكس فيها بقيمه او بالقيمه اللي هو اعطاني اياها في السؤال. بس الان دخل لي اياها في الحاسبه هذه، حتطلع لك في الاخير اللي هي تساوي 6. فكده عرفنا انه النقاط اللي معانا اللي هي 2 والواي اللي قبل شويه طلعناه اللي هو طلع معانا ب 6. ممتاز. الآن نقدر نحول على الخطوة الثانية. إيش الخطوة الثانية؟ إن نحتاج نجيب الميل أو نحتاج نجيب السلوب، بالإنجليزي هو كده يعني، سواء قلت لك ميل أو سواء قلت لك سلوب كله نفس الفكرة. تمام؟ نحتاج نجيب الميل. ففي التانجنت لاين كيف ممكن نجيب الميل؟ لو تتذكر في الاختيارات، لو تتذكر في الاختيارات عشان تجيب الميل للتانجنت لاين أول شيء راح تشتق المعادلة هو أعطاك إياها في السؤال، بعدين تعوض في المشتقة بقيمة الإكس أو بقيمة النقطة إكس اللي هي رقم اثنين. فأول شيء نشتق، بعدين نعوض بالقيمة اللي أعطاني إياها في السؤال اللي هي رقم اثنين. فيلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ نشتق. هنستخدم طبعا اللي هي الباور رول، هنستخدم الباور رول. يلا نبدأ من اليسار. إكس أس ثلاثة، حتمسك الأس هذا وتقول له يلا تعال خلينا ننزلك هنا. فالثلاثة راح تنزل بهذا الشكل X، بعدين تنقص منه واحد أو تشيل منه واحد لأنه ما حننزل لوجه الله، فحتقول له هات هات واحد حق ننزلناك من فوق وحطناك تحت. فالثلاثة ناقص واحد حتطلع معك اللي هي اثنين، زايد ثلاثة X. إيش هي اشتقاقها؟ الاكس اشتقاقها دائما بواحد او انك تحط مكانها واحد، يعني فتصير معك اللي هي ثلاثة ومكان الاكس تحط لي واحد، ثلاثة في واحد اللي هي ثلاثة بس. سالب ثمانية ايش هي مشتقتها؟ اللي هي بصفر، اي عدد ثابت زي كذا
ما عنده إكس اشتقاقه بصفر ويطير أو يتبخر. فخلاص هذه هي المشتقة معانا، هذه هي المشتقة معانا. فالآن حنعوض مكان الإكس بقيمة النقطة الأولى معانا، أو بقيمة الإكس اللي هو أعطاني إياها في السؤال. فثلاثة، وهنا اشطب لي الإكس وحط مكانها اثنين، أو عوض مكانها باثنين، ولا تنسى التربيع بلها بالا حقك، زايد ثلاثة زايد ثلاثة. كل سوينا عوضنا بس مكان الإكس باثنين، فتحسب لي بقى الحاسب على طول حيطلع لك الناتج اللي هو 15. فكذا احنا عرفنا انه الميل او عرفنا انه السلوب يساوي معانا 15. ممتاز. فخلاص كذا نحول على اخر خطوة معانا اللي هي نكتب المعادلة. طيب كيف نكتب المعادلة يا جماعة الخير؟ راح نستخدم قانون اسمه الميل والنقطة اللي هو هذا. فالشغلة الان بس مجرد تعويض مباشر، هتحتاج واي واحد وتحتاج الميل وتحتاج اكس واحد. طيب الميل اللي هو هنا، واي واحد واكس واحد من فين؟ اللي هي هنا، هذا نسميه اكس واحد وهذا نسميه واي واحد. بس مجرد تعويض مباشر يعني، او تعويض سريع في القانون وخلاص. يلا خلينا نعوض الان. فطبعا اللي باللون احمر هو بس اللي نعوض، اما اللون اسود ينزل زي ما هو. واي ناقص واي واحد، تعال جيب لي الواي واحد وحطها هنا. كم واي واحد؟ اللي هي ستة. يا الله علي رسم معاقنة. اللي هي ستة يساوي تحط لي الميل، الميل بكم طلعناه اللي هو قلنا 15، وتفك لي قوس اكس ناقص اكس واحد بكم؟ اللي هي رقم اثنين، وتقفل القوس. بس بكل بساطة وبكل سهولة. فالآن حنفك القوس اللي هنا، حنوزع ال 15 على داخل القوس. 15 في x اللي هي هتطلع معك 15x، و 15 في سالب 2، ركز على الإشارة، 15 في سالب 2 اللي هي سالب 30 بهذا الشكل. فالآن عشان نوصل بس للصيغة النهائية وعشان نوصل للشكل النهائي، نبغى الواي تكون في طرف لوحدها. فالسالب 6 هذه راح نشمطها او راح نحولها للطرف الثاني، راح نحولها للطرف الثاني. فلما نحول حاجة للطرف الثاني نعكس الإشارة، هي الآن سالب، فلما نحولها وننقلها للطرف الثاني حتصير معانا اللي هي موجب 6، حتصير معانا اللي هي موجب 6 بهذا الشكل. فيصير معانا في الأخير اللي هو y يساوي 15x، بعدين هنا عندك اللي هو سالب 30 زائد 6، احسب ليها بآلة الحاسبة حتطلع معك اللي هي سالب 24، سالب 24. فخلاص هذا هو، أو هذه هي المعادلة اللي هو يبغاها مننا في السؤال. وصلى الله وبارك. زي ما قلت لك أي سؤال يطلب منك معادلة أو يطلب منك الإكويشن of the tangent line، حط في بالك هذه ثلاثة خطوات الأساسية. تمام تمام، أي سؤال حرفيا يعني. فبس والله، ويلا نحول على السؤال اللي بعده. يلا بسم الله نبدأ في السؤال هذا. يقول لك find two positive real numbers x and y whose sum is 100 and whose product is large as possible. طلع لي عددين موجبة رمزنا لهم بالx والعدد الثاني رمز له بy اللي جمعهم يساوي 100 وحاصل ضربهم أقصى قيمة ممكنة وأكبر حاجة ممكنة. تمام تمام. طبعا هذه الجزئية وهذا السؤال جاي من الشابتر الثالث، آخر جزئية فيه اللي هي Optimization Problems. Optimization Problems هذا توقع الاسم إن لم تخني الذاكرة يعني، بس قلت الاسم من باب إن لو واحد بيراجع الدرس أو يتدرب زيادة فخلاص عارف هو من فين جاء السؤال. طيب في هذه المسائل اللي تجيك بهذا الشكل في خطوات إذا مشيت عليها إن شاء الله فراح تقدر تحل، إذا مشيت عليها إن شاء الله فراح تقدر تحل. فركز معي الآن عشان نعرف كيف نحل هذا السؤال. طيب أول خطوة نحتاجها إن نكتب المعادلة والدالة، نكتب المعادلة والدالة. فكيف هتكتبها؟ لازم تقرأ السؤال وتأخذه حبة حبة وتحول الكلام إلى نص، تحول الكلام يعني المكتوب إلى معادلات رياضية أو إلى تعبير رياضي. Find two positive real numbers x and y.
فاحنا عندنا عددين، الاول نسميه x ونرمز له بx، والثاني نرمز له بy. حلوين. بعدين هنا whose sum is 100، sum يعني مجموع، فمجموع العددين هذه او مجموع الاكس والواي راح يعطينا 100. راح يعطينا ايش؟ 100. خلاص كده ممتاز، جبنا المعادلة. باقي الدالة، والدالة غالبا تكون بعدها، يعني بعدها على طول. ف and whose product is large as possible، يقول لك انه مضروبهم او انه الاكس والواي لما تضربهم في بعض راح يعطوك اكبر قيمة. فنسوي دالة كده نرمز لها مثلا بكيو مثلا، عادي يعني تسمية ما تفرق، تساوي هذه الدالة اللي هو الضرب، الضرب ما بين القيمتين اللي هي الاكس والواي. هو قال لك برودكت، برودكت يعني ضرب، فتضرب مع بعض بهذا الشكل، وخلاص كده تكون جبت المعادلة وكتبت الدالة وسويت أول خطوة بنجاح تام وباهر. سهل الآن، سهل الآن، كل سوينا بس حولنا النص أو حولنا الكلام المكتوب هذا إلى أشياء رياضية. طيب إيش الخطوة الثانية يا أبطال؟ اللي هي أننا نختار متغير ونوجد قيمته، وبعدين نعوض بالقيمة هذه في الدالة حقة الضرب حقنا اللي هي هذه. فخلينا نختار متغير يا إكس يا واي، اختار واحد منهم بعدين نجيب قيمته. فمثلا أنا بأخذ واي، أبغى واي. فلما أقول لك جيب قيمة المتغير أو جيب قيمة الواي هذا، معناه أنه أبغى الواي هذه تكون في طرف لوحدها، يعني واي يساوي في طرف لوحدها، أي شيء ثاني غير الواي يتشمط على طول للطرف الثاني. فحين نبغى قيمة الواي، فالإكس الملقوفة هذه اللي هنا حنشمطها أو نحولها للطرف الثاني عشان نقدر نجيب قيمة الواي. فتصير معانا المسألة بهذا الشكل، واي يساوي اللي هو 100، وهنا عندي موجب إكس حولناه طرف ثاني صار معانا بالسالب. فكذا طلعنا قيمة الواي، كذا طلعنا قيمة الواي. تمام تمام. الآن ثاني خطوة إيش هنسويها؟ راح نرجع للدالة حقنا الحلوة هذه ونعوض مكان الواي بالقيمة اللي قبل شوية جبناها. هنعوض مكان الواي بالقيمة اللي قبل شوية جبناها. إحنا الآن صرنا عارفين إنه واي تساوي 100 ناقص إكس، فنعوض، نعوض بشكل مباشر مكان الواي في الدالة حقنا. كيو تساوي الإكس تنزل، والواي نعوض مكانها بالقيمة اللي قبل شوية طلعناها اللي هي 100 ناقص إكس، 100 ناقص إكس بهذا الشكل. إذا وصلت لهذه الخطوة وسويتها خلاص أنت الحمد لله كده عبرت المناطق الآمنة، لأن الخطوات الباقية كلها إن شاء الله سهلة وواضحة. طيب الخطوة الثالثة شيء نبسط، إذا كان في تبسيط نبسطه. فهنا زي ما أنت ملاحظ الإكس مضروبة في هذا القوس، فنوزعها عشان نقدر نبسط المعادلة. طيب إكس في 100 اللي هي 100 إكس، إكس في سالب إكس اللي هي سالب إكس تربيع. كده نكون فكينا الضرب أو فكينا القوس الموجود معانا. طيب إيش الخطوة الرابعة؟ نشتق، نشتق، نوزي، نوجد المشتقة، نوجد إيش؟ المشتقة. نبدأ من اليسار، 100 إكس إيش هو اشتقاقها؟ دائما قلنا لك الإكس اللي زي كذا اللي أسها واحد اشتقاقها دائما برقم واحد، يعني تبدل مكانها برقم واحد، فتصير معاك اللي هي 100 ومكان الإكس واحد، فخلاص ما يحتاج نكتب الواحد يعني، فتنزل 100 الوحدة ناقص إكس تربيع إيش هو اشتقاقها؟ حتمسك الأس وتنزل لي إياه، يسوي هوبا تحت كده، فالاثنين راح تنزل وننقص من الأس واحد، نشيل منه واحد، فتصير معاك اللي هي إكس أس واحد وما يحتاج تكتب الواحد، فخلاص هذه هي المشتقة معنا. طيب إيش آخر خطوة؟ آخر خطوة أن نخلي المشتقة تساوي صفر ونحل. بس أمسك المشتقة كده من قرونها وخليها تساوي صفر وطلع لي قيمة الإكس، ولا أسهل ولا أروع، صارت معانا معادلة من الدرجة الأولى. ف والله عيب لو ما تعرف تحلها يعني. أنتم طلاب 129 يا جماعة، إيش بكم؟ أنتم فخر الجامعة المفروض، المفروض يعني. المهم نعرف أنكم من جنبها. فالمهم نمزح نمزح ترى يا جماعة، نمسك موجب 100 هذه ونحولها للطرف الثاني، فهي بالموجب، فلما نحولها للطرف الثاني حتصير معانا بالسالب بهذا الشكل. فنبقى نتخلص من سالب 2 اللي مع إكس، فنقسم الطرفين على سالب 2
هذه مع هذه مع هذه تطير، فتصير معانا اللي هي اكس تساوي سالب 100 قسمة سالب 2 اللي هي موجب 50. فخلاص هذا هو الحل النهائي، هذا هو الحل النهائي. فممكن تكتب له اكس يساوي 50 او ممكن تكتب له اكس تساوي 50 وبرضو واي تساوي 50. فهذه هي العددين اللي لو جمعناهم الناتج يكون 100، ولو ضربناهم في بعض يعطونا اكبر ناتج ضرب ممكن اللي هو 2500. لو ضربت 50 في 50 هتعطيك 2500. فبس هذا هو الحل حق السؤال، سهل زي ما قلت لك، بس حاول تتعود على الخطوات هذه وحاول تحل تمارين زيادة على هذه الفكرة، تمارين زيادة على هذه الفكرة، واقرأ السؤال عشان تعرف تحل. هو احيانا كمان احيانا يعطيك الدالة اللي زي هذه، يعطيك اياها جاهزة في السؤال نفسه وخلاص انت تكمل الباقي يعني. فالمهم انتوا حاولوا يعني تتدربوا على هذه الجزئية وتلاقوا امثلة وتحلونها، وان شاء الله وضعكم يمشي سهالات زي العسل ان شاء الله او زي الحلاوة يا حلوين. المهم يلا نحول السؤال اللي بعده، وهذا السؤال اللي بعده، فسؤال سهل جدا جدا وبسيط ان شاء الله، بس لازم تكون عارف قواعد الاشتقاق، لازم تكون عارف قواعد الاشتقاق. فيقول لك let f of x واعطاك هذه المعادلة، اعطاك هذه المعادلة. فيقول لك في السؤال find f dash and f double dash. ايش معنى الكلام هذا وايش ترجمة الكلام هذا؟ يعني طلع لي المشتقة الاولى والمشتقة الثانية، يعني هذه المعادلة راح نشتقها على مرتين، راح نشتقها على مرتين بكل سهولة إن شاء الله. فبما أنه أعطانا كده معادلة عادية ما في أقواس، ما في يعني مو ما نقعد نتعامل مع كسر في الإكسات، فهنا حنستخدم القاعدة العادية اللي هي الباور رول، اللي هي الباور رول. حنمسك الأس ونسوي له هوبا وننزله تحت هنا جنب الإكس، فيصير هنا فيقعد هنا تمام. لكن بعد ما ننزله حنقول احنا ما نزلناك ببلاش يا ابن الحلال، هيلا ادفع هات، فناخذ منه واحد او ننقص منه واحد. بس هذه الطريقة حنسويها الان، يلا بسم الله نبدأ. فنبدأ اول شيء بالمشتقة الاولى، بالمشتقة الاولى طبعا لازم تجيب الاولى عشان نجيب الثانية. فالمهم اكس اس اربعة كيف حنشتقها؟ هذه حتمسك الاس وتسوي له هوبا وتنزله تحت، فحيصير هنا اربعة اكس. نقص الان من الاربعة هذه واحد او خذ منها واحد. هتقول ايش يا ابن الذين احنا نزلناك بلاش يعني ولا ايه؟ هيا هات هات، فاخذ منه واحد. اربعة ناقص واحد اللي هي ثلاث بس. طيب كده خلصنا من هنا، نروح لهنا نزل السالب. عندك اربعة على ثلاثة في اكس اس ثلاثة، فايش حتسوي الان؟ برضو نفس الفكرة، حتمسك الاس وتسوي له هوب وينزل، لكن زي ما انت ملاحظ هنا في كسر كده سادد الطريق، فايش حيصير؟ فالثلاثة راح تقبع في الكسر ذا او راح تصدم فيه، فالعلاقة ما بينهم حتكون علاقة ضرب، فحتحسب لي ثلاثة ضرب اربعة على ثلاثة. خلينا نستخدم هذه الحاسبة الان ونشوف الناتج مع بعض. فانت حطها في بالك دائما لما تشتق وتبتنزل الاس، ومكان الاس هذا فيه عدد ملقوف قاعد، ف حيصدموا في بعض او حتضربهم في بعض، فنضرب الان الثلاثة في هذا الكسر اللي هو اربعة على ثلاثة. كم طلع الناتج؟ اللي هو اربعة. خلاص تكتب لي اربعة اللي هو الناتج حق الضرب اكس، وزي ما قلنا ما راح ننزله من فوق ببلاش، فناخذ منه واحد، ثلاثة ناقص واحد اللي اثنين بس. وهذه هي المشتقة الاولى للمعادلة حقنا. طيب المشتقة الثانية راح نشتق هذه الآن، أو شغلنا كله حيكون على هذه، يلا بنفس الفكرة نفس كل شيء. حتمسك الأس اللي هو ثلاثة وتنزل لي، وزي ما أنت ملاحظ في هنا أربعة الملقوفة هذه، فالثلاثة راح تقبع أو راح تضرب في الأربعة، فثلاثة في أربعة كم هي يا بطل يا شاطر يا بطل؟ 229 كم؟ اللي هي 12. وبما أننا نزلنا الأس فحناخذ منه واحد، ثلاثة ناقص واحد اللي هي اثنين. طيب كذا اشتقينا اول حاجة، نروح على الحاجة الثانية، ننزل السالب زي ما هو. اربعة اكس تربيع نفس الفكرة، الاثنين هذه راح تسوي لها هوبا وتنزلها، وراح تصدم في الاربعة او راح تقبع في الاربعة، فالعلاقة ما بينهم تكون ضرب،
2 في 4 اللي هي 8 و x وتنقص من 2 1 حتصير معاك اللي هي 2 ناقص 1 اللي هي بواحد لكن ما نكتبه. فخلاص هذه هي المشتقة الثانية لهذه المعادلة بس. فالشغلة سهلة جدا وبسيطة يا جماعة، لكن تحتاج منك تمرين، تحتاج منك تمرين وتدرب، وانك تعرف القواعد حق الاشتقاق. لأن احنا عندنا اكثر من قاعدة، في الباور رول، في التشين رول، وفي قواعد ثانية، فلازم تمر عليها كلها وتكون مألوف او تكون يعني مجربها كلها. يلا نحول السؤال اللي بعده اللي هو اخر سؤال معانا في النموذج، وهذه الفقرة اللي بعدها، وهذا هو السؤال اللي بعده. طبعا الجدير بالذكر انه هذا السؤال او هذه الفقرة تابعة للسؤال اللي قبل شوية حليناه، او السؤال اللي قبله لو تتذكر، يعني ان شاء الله تتذكر وما يكون عندكم زهايمر ان شاء الله يعني. فالمهم السؤال يقول find the intervals on which f، ايش قصده بf؟ قصده المعادلة هذه اللي كنا نشتغل عليها في المثال الماضي لو تتذكر، is increasing or decreasing and find the local maximum and minimum values of f of x if exist. ايش ترجمة الكلام؟ يقول لك طلع لي الفترات اللي المعادلة هذه تكون في حالة increasing أو تكون في حالة decreasing، وكمان يبغى نطلع له local maximum والminimum إذا كانت موجودة، if exists يعني إذا كانت موجودة، يعني مو دائما تكون موجودة. تمام؟ تمام. فكيف ممكن نجيب له هذا السؤال وكيف ممكن نحل له هذا السؤال؟ طيب أي سؤال يقول لك increasing أو decreasing أو تشوف له local maximum local minimum، فأعرف على طول أنك راح تحتاج المشتقة الأولى. المشتقة إيش؟ الأولى اللي هي هذه، لو تتذكر جبناها في السؤال الماضي كمان. تمام؟ هذه المشتقة الأولى أو اشتقاق المعادلة هذه اللي هو هذا. تمام؟ فراح نحتاج هذه المشتقة، حنخليها تساوي صفر ونطلع قيمة الإكس بهذا الشكل. مسكنا المشتقة من قفاها وخليناها تساوي صفر، الآن صارت عندي معادلة فأنا أبغى أطلع قيمة الإكس. فكيف ممكن نطلع قيمة الإكس هنا؟ ممكن تستخدم هذه الحاسبة على طول، لكن بما أنك في اختبار فالأفضل تحل بالخطوات. طيب في حاجة مشتركة ما بين الطرفين، إيش هي؟ يعني في حاجة موجودة هنا وموجودة في هنا، إيش هي؟ أنه الطرفين عندهم إكس تربيع، يعني إكس ثلاثة من ضمنها اللي هو إكس تربيع، وهنا برضو أنا عندي إكس تربيع، فأقدر أسحب إكس تربيع هذه كعامل مشترك كذا، طلعها برا وفوق قوس وابدا اشيل من كل حد اكس تربيع، اخذ منه اكس تربيع. ف4 اكس اس 3 شيل منها اكس تربيع، حيبقى معاك اللي هو 4 اكس اس 1. تمام تمام، فشخنا منها الاكس تربيع، باقي لنا الاكس اس 1 ناقص، نزل علامه زي ما هي، 4 اكس تربيع شيل منها الاكس تربيع، خلاص تنزل 4 المسكينه لوحدها بهذا الشكل، وبس كده تكون سويت أو فككت المعادلة بهذه الطريقة. فالآن آخر خطوة تسويها إكس تربيع كذا تمسكها على جنب تخليها تساوي صفر، وهنا برضو لداخل القوس تمسكه على جنب وتخليه يساوي صفر بس، ولا أسهل ولا أروع بهذا الشكل. فهنا حتسوي جذر للطرفين، في النهاية يطلع معك اللي هو إكس يساوي صفر، يعني ما راح يجيك حاجة جديدة. هنا حتمسك سالب 4، طبعا هذه معادلة درجة أولى، والله فضيحة لو انت في 129 ما انت عارف تحل هذه. المهم سالب 4 تحولها للطرف الثاني، فتصير معاك اللي هي 4 اكس يساوي، بعد ما حولناها صارت معانا بالموجب، تقسم الطرفين على 4 تطلع معاك اللي هي اكس يساوي 1. فصار عندنا ناتجين اللي هما الصفر والواحد، الصفر والواحد. بس هذه اول خطوة تسويها، تمسك المشتقة تخليها تساوي صفر تطلع قيمة الاكس. تمام تمام. طيب ايش حنسوي بعدها؟ هذا ما سنراه بعد قليل. ايش الخطوة اللي بعدها؟ اننا راح نرسم خط اعداد بعد ما مسكنا المشتقة الاولى زي ما شفت وخليناها تساوي صفر وطلعنا قيمة الاكس زي ما شفت، يعني فهذه القيم حقت الاكس وهذه النواتج اللي طلعت معنا. فالمهم الخطوة اللي بعد ايش حنسوي؟ راح نرسم خط اعداد، نرسم خط اعداد. ولا يقول ايه خط اعداد، بلا هبالة حقك بلا غباء حقك، ترى الخط بسيط يعني حق بذورة حتى، ها شايفه شايفه. فهنا تحط موجب ما لا نهاية، وهنا تحط لي اللي هو السالب ما لا نهاية، بس زي كذا شيء بسيط ترى، يعني ما طلبنا منك حاجة تعجيزية ولا حاجة رهيبة. المهم في خط الاعداد هذا راح تحط لي النواتج اللي طلعت معك اللي هي الصفر وموجب واحد، حطها في خط الاعداد. هنا مثلا صفر
وهنا تحط لي مثلا موجب واحد. تمام تمام. وطبعا في خط الاعداد بس كذا من باب التذكير، الاعداد تبدا بالاعداد الصغيره وتحط الاعداد الصغيره في اليسار والكبيره في اليمين. فالصفر عشان هو صغير فحطيناه في اليسار، والواحد اكبر منه فحطيناه في اليمين. تمام تمام. انتبهوا يعني واحد يجيب العيد يروح يحط لي الواحد قبل الصفر وما ادري ايش يخنبق. انتبهوا. فبهذا الشكل حطينا النواتج معانا في خط الاعداد. الان ايش ابغى منك تسوي؟ الان عندك هنا هذه منطقه وهذه منطقه ثانيه وهذه منطقه ثالثه. خط اعداد صار عندنا مقسم ثلاثه مناطق، ففي كل منطقه من ذي المناطق راح نختار رقم من عندنا. بس طبعا مو هبد من عندك، لا لا، حنشوف كيف نختار. الان هنا في المنطقه هذه ابغاك تختار اي عدد اصغر من صفر، يعني من صفر وانت نازل تحت اختار اي عدد في بالك، اي عدد ما يفرق، اهم شيء نكون اصغر من صفر. انا عن نفسي باخذ اللي هو سالب اثنين، بختار سالب اثنين. طيب نروح للمنطقة الثانية، اختار لي اي رقم ما بين الصفر وما بين الواحد، اي رقم اهم شيء يكون ما بينهم. يعني عندك نص، ربع، ثلث، فانا بختار نص. انا بختار نص. طيب هنا اختار اي عدد في بالك اكبر من الواحد، اختار لي في هذا المكان اي عدد في بالك اكبر من واحد، اي عدد. يا عم لو تاخذ مليون عادي ما عندك مشكلة، بس طبعا اختار ارقام سهلة. انا بختار اللي هو موجب ثلاثة، رقم ثلاثة اكبر من الواحد. طيب الان ايش حنسوي بالارقام اللي اخترناها هذه؟ راح نمسك الارقام اللي اخترناها ونعوضها في المشتقة، ونعوضها في المشتقة ونشوف الناتج يطلع معانا، هل هيكون موجب ولا سالب. يعني انا اللي يهمني اشارة الناتج، ما يهمني الناتج نفسه، لا تهمني الاشارة. اتفقنا؟ اتفقنا. فيلا خلينا نبدأ الان بسالب اثنين، تعويض مباشر سهل وبسيط. حط لي مكان كل اكس سالب اثنين بس. اربعة، ركز، قاعدين نعوض هنا دحين، وهنا اشطب الاكس هذه وحط مكانها سالب اثنين. ورجاء خاص الله يرضى لي عليك دنيا واخر، لا تجنني ولا جننك، لما تعوض حط العدد داخل قوس ولا تسألني ليش، امشي واسمع الكلام واسكت، ما عندنا وقت عشان نوضح لك ليش، اسمع الكلام وانكتم وحط الرقم داخل قوس. رجاء خاص لا تتفلسف عشان الدنيا لا تنعصد معك. طيب لا تنسى الاس ثلاثة طبعا، تحط لي اياها فوق القوس بهذا الشكل. بعدين سالب اربعة واشطب الاكس وحط مكانها او عوض مكانها بسالب اثنين داخل قوس. يا عالم يا بشر يا خلق، ولا تنسى التربيع، ولا تنسى التربيع. بهذا الشكل تكون عوضت بشكل كويس وصحيح. فالان ندخلها في الاله الحاسبة مع بعض ونشوف الناتج ايش حيطلع معنا. اربعة في سالب اثنين اس ثلاثة ناقص اربعة في سالب اثنين اس اثنين، طلع معانا الناتج بالسالب زي ما انت ملاحظ. فطالما الناتج طلع معانا بالسالب فراح نرسم كذا خط نازل لتحت، خط نازل لتحت. ليش؟ او سهم نازل لتحت عشان الناتج طلع معانا بالسالب، عشان الناتج طلع معانا بالسالب فالخط حينزل تحت. تمام تمام. الان برضو نفس الفكرة ونفس كل شيء راح نسويه مع نص وراح نسويه مع ثلاثة، نعوض ونشوف الناتج يطلع معنا موجب ولا سالب ونرسم السهم. بس هذه الشغلة يعني بسيطة وسهلة. فيلا خلينا نعوض بنص ونشوف. طبعا خلاص يعني انت بنفس الآلة الحاسبة، بس اللهم تبدل مكان كل سالب اثنين بنص على طول، يعني ما يحتاج انك تكتب مرة ثانية وقروشة. طلع الناتج معانا بالسالب، فبرضو نرسم هنا خط نازل تحت. باقي آخر مكان اللي هو هنا، ونفس الفكرة هنعوض مكان كل اكس بثلاثة. يلا نشطب النص او نشطب الانصاص ونحط مكانها ثلاثة. ركز، قاعدين نعوض مكان كل اكس. طلع معانا الناتج بالموجب، فبما انه طلع بالموجب فراح نرسم سهم طالع لفوق عشان بالموجب فرحان يعني فيطلع لفوق. تمام تمام. خلاص كذا سيداتي وسادتي يعتبر خلصنا الحل، باقي بس ان نكتب له اياه، وباقي بس اننا نكتب الحل النهائي. فيلا الان نجيب له الانكريسينج والديكريسينج. فنقول له انكريسينج اون، معناه انه عندنا سهم طالع لفوق في
ونكتب له المنطقة داخل القوس. طيب فين السهم الطالع فوق؟ اللي هو هنا في المنطقة من واحد إلى موجب ما لا نهاية. هذه هي المنطقة الوحيدة عندنا اللي فيها سهم طالع لفوق، اللي هي من واحد إلى موجب ما لا نهاية بس. طيب باقي الديكريسينج، الديكريسينج اللي هي المناطق اللي يكون فيها سهم نازل لتحت. بنعرف ان الخط شنيع لكن ما عليكم، بعد شوية حيظهر يعني بشكل واضح. فالمهم المناطق اللي السهم فيها نازل فينها؟ اللي هي عندنا منطقتين، هذه وهذه. اول منطقة اللي هي السالب ما لا نهاية الى صفر، بتكتب لي في قوس سالب ما لا نهاية الى صفر، بتقفل قوس. بعدين المنطقة الثانية اللي فيها السهم نازل تحت، اللي هي من صفر الى واحد، وهذه برضو تحط ليها داخل قوس. بما انه عندنا اكثر من قوس يعني، فنربطهم بعلامة اليونيون. يعني هذه العلامة كأنها حرف واو، يعني يربط القوسين مع بعض بس. هذا هو الجواب الاول. طيب باقي الجواب الثاني والاخير اللي هو اللوكال ماكسيمم واللوكال مينيمم. هنا ابغاك تركز معايا، هنا ابغاك تركز معايا. طيب الان اتمنى منكم تركزوا معايا عشان نختصر لكم او نعطيكم ملخص على شغلة اللوكال ماكسيمم واللوكال مينيمم. تمام تمام، فركزوا معايا يا اخواني الفناطل. ان شاء الله اذا فهمتوا هذا الملخص خلاص ما راح تخربطون بعد اليوم في اللوكال ماكسيمم واللوكال مينيمم، لانه بعض الطلاب يخربطوا احيانا يعكسوها، يخلي لك الماكسيمم مينيمم والمينيمم يخليه ماكسيمم، فانتبهوا. طيب هي حالتين، يا اما حيكون عندك سهم طالع لفوق وبعده سهم نازل لتحت بهذا الشكل، او يا اما انه حيكون عندك سهم نازل لتحت وبعده سهم طالع لفوق. شايف هي حالتين ما في ثالث لهم. فالحاله الاولى زي ما انت ملاحظ، شايف السهم كذا كيف طالع بعدين ينزل، فتقدر تتخيلها بهذا الشكل. ما انت شايف كذا، تخيل كانها بهذا الشكل، يعني كانها بهذا الشكل، وسوي نقطة في المكان اللي الأسهم تتصادم فيه، أو المكان اللي الأسهم تكون يعني مختلفة فيه، اللي هو هنا فوق في التوب. شايف زي كذا. طيب نروح للحالة الثانية، نروح للحالة الثانية. زي ما انت ملاحظ السهم نازل والشيء اللي تحت بعدين يطلع لفوق. لو تتخيلها كذا في بالك حتكون شكلها زي الزبدية كذا، شكلها زي الزبدية. ولا زي ما قلنا تحط لي نقطة في المكان اللي الأسهم تتصادم فيه له أو تختلف فيه له، اللي هو هنا تحت. فهنا النقطة عندك في التوب فوق، في أقصى الرسمة أو في أقصى الأماكن حقت الأسهم. فبهذه الحالة حنقول عنها اللي هو لوكال ماكسيمم، لوكال ماكسيمم. ليش؟ عشان نقطة في التوب فوق زي ما انت ملاحظ، ها شوفت عيونك يعني. اما تحت زي ما انت ملاحظ عندنا الزبدية هذه الحلوة، والنقطة تحت في القاع في الحد الادنى. فبهذه الحالة حنقول عنها لوكال مينيمم، لوكال مينيمم. بس هذه الحالتين زي ما قلت لك، اذا حفظتها وفهمتها خلاص ان شاء الله ما راح تتعب مع اللوكال مينيمم والماكسيمم. طيب نشوف الان ونرجع لسؤالنا ونحدد. يلا نفحص الأسهم من اليسار، نشوف الأسهم اللي تكون مختلفة. طيب هنا عندنا سهم نازل وبعده سهم نازل، هل يناسب حاجة من هذه؟ لا. فهنا ما عندنا لا لوكال مينيمم ولا لوكال ماكسيمم. طيب هنا عندك سهم نازل وبعده سهم طالع زي ما انت ملاحظ. شايف؟ ركز. فإيش يناسب واحدة من هذه الحالات؟ اللي هو يناسب الحالة الثانية اللي هي زي ما قلنا حقت الزبدية. فعندك سهم نازل، سهم نازل وبعده طالع بهذا الشكل. فبما انه زي ما قلنا النقطة جاية تحت، فنسميها لوكال مينيمم. لوكال ايش؟ لوكال مينيمم. فخلاص عرفنا انه هنا عندنا لوكال مينيمم عند النقطة رقم واحد، فنقول له لحظة خلينا نكتب احسن، لوكال مينيمم ات اكس يساوي كم؟ اللي هي واحد. اكس يساوي واحد، عندنا لوكال مينيمم هنا. وممكن برضو تجيب النقطة إذا حابب، يعني ما أني مدري هل هي مطلوبة منكم ولا لا. فأول شيء تحط النقطة اللي طلعت معانا اللي هي واحد فاصلة. أنا حتمسك الواحد هذا وتعوضه في المعادلة الأساسية. شايف المعادلة الأساسية؟ تعوض مكان كل إكس فيها بواحد وتشوف الناتج كم يطلع معك. لحظة بس عشان نجيبها الحاسب ونوريكم.
ايوه زي ما قلنا هنعوض مكان كل اكس بواحد. يلا ركز، احنا قاعدين نشتغل على المعادله الاصليه مو نشتغل على المشتقه يعني، فانتبه. كسر 4 على 3 مضروب في 1 اس 3 طلع الناتج كم؟ اللي هو سالب 1 على 3 سالب 1 على 3. بهذا الشكل تكون جبت له النقطه. زي ما قلت لكم انا ما ادري هل هي مطلوبه منكم ولا لا، لكن اسوها من الاحتياط. لما تبغى تطلع النقطه حقت اللوكال ماكسيمم او المينيمم، اول شيء تحط العدد اللي تتقاطع فيه الاسهم او النقطه اللي تتقاطع فيها الاسهم، بعدين عوض مكان كل اكس في المعادله الاساسيه بالعدد. فهنا عوضنا بواحد. طيب هل عنده لوكال ماكسيمم؟ لا ما عنده لوكال ماكسيمم، فنقول له نو لوكال، او يقول لك نو لوكال ماكسيمم اكزيست. عاد اكتبها بطريقتك، مو تقول له ما عندنا لوكال ماكسيمم وبس. والله هذا هو الجواب النهائي لهذا السؤال. عارف انه شوي طويل لكنه ممتع وسهل، وانا حبيت افصل فيه شويتين عشان اتاكد انه خلاص تكون ان شاء الله فاهمه، لانه 100% حيجيك سؤال زي كذا ان شاء الله في المد ان شاء الله. فركزوا على هذا السؤال الله يرضى لي عليكم، وركزوا برضو على اللي يكون فيها كونكيفنج اب وكونكيفنج داون. هذه طبعا بنفس الفكره ونفس كل شيء، لكن حنشتغل على المشتقه الثانيه، حنشتغل على المشتقه الثانيه. عاد انتم ان شاء الله حتراجعوها بعدين، اللي زي ما قلت لكم الكونكيف